صباح الخير على كل مشاهدي قنوات اون تايم سبورتس في كل مكان. يوم جديد وحلقه جديده من صباح اون تايم، هنناقش ونحلل اهم ابرز الموضوعات والاخبار الرياضيه. معانا حاجات كتير جدا النهارده هنتابعها مع حضراتكم على مدار ساعه ونص في صباح اون تايم. خلينا نبتدي حلقتنا ونبتدي كلامنا اكيد بالحدث السياحي الابرز حاليا في مصر وفي العالم العربي، هو انطلاق فعاليات مهرجان العالمين في مدينه العالمين الجديده 2024، واللي بدا من اسبوع امبارح كان فعاليات اليوم السادس. كل يوم طبعا بنتابع مع حضراتكم لحظه بلحظه فعاليات اليوم، والحقيقه يعني من امبارح طبعا بيواصل المهرجان في نسخته الثانيه اللي بيحمل شعار العالم عالمين، واللي هيستمر حتى نهايه اغسطس اللي جاي، تقديم انشطه ترفيهيه ورياضيه على مدار الساعه طبعا عشان كل الناس اللي الموجوده هناك تكون مبسوطه. وكل يوم العدد بيكون أكبر من اللي قبله، وده واضح جدا في حالة الإقبال على شراء التذاكر الحفلات طبعا اللي بتكون في الويك أند، وهقول لحضراتكم عليها وهفكركم بيها في نهاية الفقرة، يعني الأيام اللي هيكون فيها الحفلات، لأن ناس كتير جدا بتكلمني دلوقتي وبدأت تسألني عن مواعيد حفلات عمرو دياب وديانا حداد وويجز، وطبعا كل واحد بيحب نوع معين من الموسيقى ومن الأغاني، وده موجود، يعني ده موجود في مهرجان العالمين. كل حد نفسه في حاجة ترفيهية هيلاقيها هناك. طبعا يعني خلينا يعني نروح على طول لفعاليات امبارح يوم الثلاث اليوم السادس، وكان القائمين على المهرجان حريصين على إقامة كتير من الفعاليات الثقافية والرياضية كعادة فعاليات المهرجان اللي بدأت من أول يوم، اهتمام غير طبيعي بالتحديد بالفعاليات والأنشطة الرياضية والفنية. كمان الكتير والجميع بينتظر متابعة مباراة الأساطير اللي هتكون ما بين نجوم الأهلي والزمالك السابقين، اللي هتبقى بكرة بإذن الله يوم الخميس. هتكون مباراة كبيرة جدا هيشارك فيها نجوم كبار من القطبين، الجميع منتظر طبعا المباراة ومستنين يشوفوا الأساطير، أساطير الأهلي والزمالك السابقين. حقيقة أن الشركة المتحدة حريصة على تنويع أجندة الدورة الثانية في من مهرجان العالمين الجديدة. يعني إيه؟ الأجندة لو بصيت ليها هتلاقيها فيها كل حاجة، عروض فنية، ثقافية، رياضية، ترفيهية، يعني العروض هتناسب اهتمامات الزوار المختلفة، كل واحد ليه طعم ولون ولين هواية وبيرفير حاجة على حاجة، كل حاجة هتلاقيها. كمان كل الفئات العمرية، يعني ما نسيتش حد، وده يعني بالطبع هيستقطب سياح من مختلف الجنسيات، وده بقى واضح جداً في 48 ساعة الأخيرة. بالمناسبة شفنا كتير وجنسيات مش على مستوى العالم العربي بس، لا كمان لقينا جنسيات مختلفة من أوروبا بدأت يبقى فيه وفود للعالمين الجديدة. يعني مثلا اللي هيخص العروض المسرحية والفنية هتلاقيها من إنتاج أشهر المنتجين وبطولة لألمع النجوم الكبار والفنانين الشباب. بالمناسبة كمان للمباريات الرياضية أساطير ونجوم كرة القدم متواجدين بجانب رياضات السلة والطايرة والبادل تنس، ويمكن بعض الفعاليات دي هتبدأ بشكل رسمي مع نهاية يوليو بإذن الله وأول أغسطس. كمان من ضمن المسابقات اللي بدأت تظهر في 24 ساعة الأخيرة هي مسابقة الإنسومنيا للألعاب الرقمية، وده بقى منافسات شيقة في مجال الألعاب الإلكترونية اللي كمان بنشوف فيها أعمار سنية صغيرة بتشارك، وكبير يعني ما بتقتصرش على أعمار سنية بس، ما فيش حد سواء كبير أو صغير مش بيحب الألعاب الإلكترونية اللي هي البلاي ستيشن وغيرها. فلقينا برضو كتير بيشارك في الألعاب الإلكترونية اللي بدأت من امبارح. كمان منتصف الأسبوع اللي جاي هتبدأ فعاليات البايتس باي ذا سي ضمن مهرجان الطعام، وده حدث ضخم لأفضل الطهاة في مصر، يعني أفضل الشيفس هتلاقيهم
موجودين على البحر وبيعملوا الأكل وده كمان بيساهم في دعم سياحة الأكل لأول مرة في الساحل، وده أمر إيجابي جدا. هنلاقي شيفات كتير جدا موجودين وكل واحد بيبدع وبيعمل أكلات بشكل مختلف وبطعم مختلف، ودي من الحاجات الجديدة في النسخة التانية في مهرجان العالمي. المهرجان زي ما قلت لحضراتكم قبل كده طبعا في كتير من الأنشطة الرياضية كمان العالمية والفعاليات اللي بتشارك لأول مرة في المهرجان في نسخته التانية، كمان الممشى السياحي الرائع اللي بيضم الأسر والأطفال، وده طبعا موجود في كتير من المطاعم والكافيهات وتأجير العجل وحاجات كتير جدا، ممشى بقى الحاجات الجميلة اللي بيستمتع بيها الأسر. طبعا بجانب الممشى في شاطئ، الشاطئ المبهر الساحل، الشاطئ المبهر اللي ممكن حد ينزل يتمشى عليه، مش لازم بس يبقوا موجودين على الممشى. كمان ما ننساش وجود أوبرا العالمين الجديدة، بالإضافة كمان لأرض المعارض مسطح كبير جدا 15,000 متر، مساحة كبيرة جدا، وطبعا مجمع السينمات كمان الرائع اللي فيه 3 مباني فيهم 9 قاعات لعرض كل الأفلام اللي بيحبها الجمهور بمختلف بقى أنواعها وأشكالها طبعا ومراعاة لكل الأذواق. وفي كمان من ضمن الأفلام اللي بتتعرض أفلام للأطفال، فدي من الحاجات الجميلة جدا. حاجة تانية مع مرور الوقت حابة أقول لحضراتكم عليها إن هيكون بشكل مستمر وجود مدينة للألعاب الترفيهية، ودي هتبدأ الأنشطة الفعلية فيها مع نهاية يوليو وبداية شهر أغسطس، وهي مجموعة من الألعاب زي أكيد كرة القدم، البادل، التنس، الباسكت بول. كمان ما ننساش فعاليات وزارة الثقافة اللي بدأت برضو، السيرك والتنورة عفوا وفرق العروض المسرحية، وكمان المدينة التراثية مجهزة عشان تكون أكبر مدينة ترفيهية في مصر والشرق الأوسط، وده طبعا لأنها فيها المسرح الروماني، والمسرح الروماني مزود بأعلى تقنيات الصوت والإضاءة، حاجة كده مبهرة يعني حقيقي هتستمتعوا جدا. يعني كل يعني أي حاجة أنت نفسك فيها هتلاقيها موجودة هناك. الناس اللي بدأت تروح المهرجان وعددهم بدأ يزيد، حابة أقول لكم بقى كذا نقطة. أولا مهرجان العالمين في نسخته التانية في كتير من الرسائل المتنوعة، بداية من الخدمات المقدمة للمواطنين من مولات تجارية مصممة على الطراز الأوروبي والترفيهي. تاني حاجة مجمع البنوك الخاص بخدمة المواطنين، وده أمر مهم جدا. تالت حاجة ساحة النورث سكوير، ودي بتضم أكتر من 20 علامة تجارية عالمية تسوق، اللي عايز يعني يعمل شوبينج يعني مش هتبقى محتاج أي حاجة، أي حاجة نفسك فيها هتلاقيها في العالمين الجديدة. فيما يخص يعني أنك عايز تتفرج بقى على الحفلات في العالمين، وده بالنسبة للي مش هيقدروا يسافروا أو عندهم شغل أو ممكن مثلا يروحوا في الويك أند بس مرة كده أو مش هيقدروا يبقوا موجودين بشكل مستمر، تقدروا أن أنتوا تتابعوا الحفلات بتاعة المهرجان من التلفزيون. حضرتك قاعد في بيتك كده تقدر تشوفها. ممكن طبعا ان انت تشوف الحفلات لاي نجم انت بتفضله من اللي انا هقول لحضراتكم عليها من لايف يو، قناه طبعا تقدروا تنزلوها اللي اطلقتها الشركه المتحده، ان انتوا تقدروا تتابعوا فعاليات المهرجان. كمان تقدر ان انت تنزل اللايف يو عن طريق النايل سات، التردد بتاعها 11.78.5، ده تردد راسي. القناة دي بتعرض كل الحفلات، تقدر تشوف كل الحفلات وتشوف كل الفعاليات والأجواء اللي موجودة في العالمين الجديدة بتقنية حديثة بتظهر جمال المدينة. وطبعا بيتم إذاعة بعض الحفلات والفعاليات على بعض القنوات زي قناة اون او الدي ام سي والحياة، تقدر تتابع عليها كمان يعني جزء من الحفلات زي ما حصل قبل كده في حفلة الكينج محمد منير واللي تم إذاعتها على شاشة الحياة. يعني عايزة أقول لكم أن كل حاجة
تقدروا ان انتوا تشوفوها، حتى لو ما قدرتوش تروحوا المهرجان تقدروا ان انتوا تتابعوها وانتوا في البيت، سواء تنزلوا قناه لايف يو اللي انا قلت لحضراتكم عليها وقلت التردد بتاعها على النايل سات، او من خلال بعض الحفلات اللي هيتم اذاعتها على شاشات المتحده سواء في اون او دي ام سي او قناه الحياه. خلينا بقى نطير للعالمين الجديده ومهرجان العالمين ونعرف ايه اخر الحاجات اللي بتحصل هناك في اليوم السابع النهارده، كمان فعاليات اليوم السابع مع مراسلنا مراسل قنوات اون تايم سبورتس ابراهيم عمر. ابراهيم صباح الفل عليك. يا اميره صباح الفل عليك وصباح الفل على كل مشاهدي اون تايم سبورتس كل مكان من داخل واحدة من أجمل مدن المدن السياحية في العالم، العالمين الجديدة ومهرجان العالم عالمين. يمكن لو هكلمك عن الفعاليات، قبل ما أكلمك عن الفعاليات وأنا بتكلم وبقول واحدة من أجمل مدن العالم الساحلية، والله ده مش من فراغ، اللي يجي يشوف هنا واللي يجي يشوف العالمين والبحر العالمين وشاطئ العالمين اللي بيعد من أحلى شاطئ العالم فعلا، مش كلام بنقوله، مش بنجمل في الكلام، لا اللي يجي واللي يشوف واللي ينزل المايه هنا واللي يشوف ساحل البحر الابيض المتوسط هنا هيعرف ان ده واحد من اجمل شواطئ العالم، وانت موجود وقاعد داخل مدينه من اجمل مدن العالم. لو هكلمك على الفعاليات يا اميره، يمكن الفعاليات في كل الاشياء، ما فعاليات رياضيه، ثقافيه، يعني كل حاجه فنيه، كل حاجه، اي حد هيجي هنا في مدينه العالمين الجديده مفيش حاجه مش هيلاقيها، هيلاقي كل حاجه هنا، زي ما كنت سامع كده بتتكلمي من حفلات، من بروجرام الحفلات، يمكن ده النسخه الثانيه من موسم العالمين او مهرجان العالمين، ده النسخه الثانيه، شفنا النسخه الاولانيه حاجات كتير جدا، يعني النسخه اللي فاتت ما كانش في حاجه تقريبا مش موجوده، الكلام ده بيتكرر السنه دي داخل مدينه العالمين الجديده وبيزيد عليه حاجات كتيره جدا. يمكن فعاليات اليوم بنشوف في فعاليات ثقافيه وفي فعاليات فنيه، فعاليات الرياضيه النهارده في مباراه في البادل ما هيلعبها كابتن احمد حسن نجم منتخب مصر عميد لاعبي العالم وكابتن منتخب مصر وكابتن سيد معوض نجم منتخب مصر ونجم النادي الاهلي، يمكن يكونوا موجودين النهارده في مباراه للبادل. النهارده هتكون الساعه 8 ان شاء الله على ملعب البادل الموجود هنا في مدينه العالمين الجديده، ومختلف بقى الرياضات المسابقات ما بين الاطفال سواء كانت في رياضات الشواطئ سواء كانت في الفولي بول الفوتبول فوتبول بيتش، يعني حاجات كتيره جدا موجوده في مهرجان العالمين النهارده. بخصوص الحفلات، يمكن زي ما كنت بتتكلمي كده شفنا حفله الكينج محمد منير الاسبوع اللي فات، بكره في حفله القيصر الفنان الكبير قازم الساهر والنجمه الكبيره ماجده الرومي، يمكن الحفلات بتاعتهم بكره على مدار الاسابيع الجايه ان شاء الله، هناك في حفلات كتير سواء للنجم الكبير ميجا ستار عمرو دياب، رامي جمال، تامر حسني، حمزه نمره، كل الفنانين وكل الناس هيكونوا موجودين. من المفترض ان شاء الله بعد بكره ان شاء الله يكون كمان في مباراه لاساطير نادي الاهلي ونادي الزمالك هنا في العالمين، شفناها السنه اللي فاتت والناس كلها تابعوها وكانت عباره عن دوره رباعيه كده، كان فريق كابتن حسام غالي وفريق كابتن محمد فضل ونجوم الاهلي ونجوم الزمالك، هنشوف المباراه دي ان شاء الله بعد بكره هتقام في العالمين الجديده، هتقام مباراه برضو الاسبوع الجاي ما بين اساطير نادي الاهلي ونادي الزمالك، فعاليات كتير وحاجات كتير، حتى لو انت مش قادر تيجي هنا ما قدرت تشوفها هتشوفها على الهوا، هننقل لكم كل حاجه، احنا موجودين هنا عشان ننقل لكم كل حاجه عشان نفرح الناس ونفرح الشعب المصري. العالم عالمين مش مجرد كلمه، لا ده فعل وحاجه موجوده فعلا على ارض الواقع. اشكرك ابراهيم عمر من مدينه العالمين الجديده واستعراض طبعا لمهرجان العالمين وفعاليات اليوم السادس، وطبعا بنتابع مع حضراتكم لحظه بلحظه كل ما يستجد من فعاليات للمهرجان، وقلت لكم بقى ان انا هقول لكم على مواعيد طبعا الحفلات اللي هتكون في المهرجان على الشاشه وهتتعرض لحضراتكم منها كتير. يوم الخميس بكره باذن الله هيكون في حفله طبعا للقيصر كاظم الساهر، الحفله بتاعت بكره هتكون في مسرح العالمين، ويوم الجمعه هيكون في حفله للنجمه الكبيره ماجده الرومي ايضا هتكون على مسرح العالمين، يوم 25 يوليو هيكون الموسيقار نادر العباسي مع اسعاد يونس هيكونوا موجودين بالمسرح الروماني بالمدينه التراثيه، ويوم 26 يوليو
هتكون حفلة للنجم تامر حسني في مسرح أرينا العالمين. يوم 1 أغسطس هيكون النجم الكبير هاني شاكر في مسرح أرينا العالمين، ويوم 2 أغسطس رامي جمال وعمر خيرت طبعا هيكونوا موجودين مع حضراتكم. يوم 9 أغسطس الهضبة عمرو دياب هيكون في حفلته في أرينا العالمين، ويوم 10 أغسطس ديانا حداد هتكون في المدينة التراثية في المسرح الروماني. 16 أغسطس هيكون حمزة نمرة ومسار إجباري في أرينا العالمين، ويوم 23 أغسطس هيكون حفل كاريوكي في أرينا العالمين. يوم 30 أغسطس هيكون حفل لويجز في أرينا العالمين. شفتوا التوليفة دي؟ يعني خدتوا بالكم وأنا بقول لكم من الفن لجمال زمان، لويجز، الحمزة نمرة، يعني حتى اختيار الفنانين والنجوم اللي يكونوا موجودين في الحفلات تنوع الأذواق. وهو ده اللي أنا بقوله لحضراتكم، إن مهرجان العالمين في نسخته التانية منسيش حد، مفيش حاجة ممكن تكون بتفكر فيها أو نفسك فيها ما تلاقيهاش هناك. يعني تنوع حتى الأذواق ما بين يعني هاني شاكر وجمال الأغاني بتاعت زمان، كاظم الساهر والناس اللي بتحب القصايد الطويلة، ونزار قباني كتير، عمر خيرت والموسيقى الجميلة، حمزة نمرة بقى، ويجز، حاجات الشباب، الكاريوكي كمان، ورامي جمال، تامر حسني، الهضبة، عمرو دياب. لا يعني في فرايتي كتير جدا، يقدر أي حد موجود هناك يقدر إن هو يتابع أي حفلة من اللي قلت لحضراتكم عليها، وكمان هتتنقل عبر الشاشات. من ضمن الفعاليات كمان الترفيهية والرياضية اللي موجودة في مهرجان العالمين هي لعبة البنت بول. ايه اللعبة دي؟ اللعبة دي هي عبارة عن مجموعة من اللاعبين سواء في فريق او بشكل فردي بيحاولوا ان هم يضربوا بعض او يضرب الخصم بمسدس فيه كرات الوان. عارفين حرب الالوان اللي احنا بنقول عليها؟ طبعا هي لعبة مسلية جدا، بتضيف اجواء لطيفة ومبهجة، ويعني وبتلاقي كتير من اقبال الناس عليها، لان هي من العاب برضو الشواطئ، يعني من الحاجات اللي بتبقى لطيفه حرب الالوان اللي ممكن تتلعب على الشاطئ. خلينا نشوف التقرير ده ونتابع التقرير ده عن فعاليات رياضه البنت بول، ونرجع مره تانية مع حضراتكم. هي دي اول مره الحقيقه نشارك في مهرجان العالمين، واللعبه طبعا مستوحاه من ايام الحرب العالميه. اللعبة بتبقى عن طريق فريقين، بيبقى نظام لعبة بيبقى فيه فريقين، كل تيم بيضرب على التيم التاني، بيبقى فيه تيم فايز وتيم خسران. طبعا اللعبة بيبقى فيها وسائل سيفتي كتير، بيبقى فيه فيست وفي افرول وفي ماسك، والحجز بيبقى عن طريق ابلكيشن تذكرتي بتحجز من على الويب سايت، او عن طريق ان هنا في مكان لتذكرتي برضه تقدر تحجز منه. بيبقى فيه فرق هنا، كل تيم بيبقى فيه تيم هناك وتيم هنا، تمام، بتقسموا بعضيكوا، بيبقى نفس العدد هنا ونفس العدد هنا، بتبتدوا تلعبوا مع بعض تستمتعوا باللعبة يعني إن شاء الله. بصراحة يعني مهرجان عالمي على طراز يليق باسم مصر يعني، وحاجة فخر جدا للشعب المصري يعني، وأتمنى إن كله يجي يجرب حاجة زي ديت يعني. طلع أنا وأصدقائي كده صيف، فلقيت هنا بنت بول في العالمين الجديدة، فالصراحة اتبسطت جدا يعني، فدخلت أنا وأصدقائي ولعبنا، وأنا مبسوط جدا أصلا باللعبة يعني. حجز سهل، الأمور سهلة جدا، وأصلا الأمور هنا يعني جميلة جدا وسهلة جدا، وانا يعني كل حاجه موجوده، كل حاجه متاحه، فدي حاجه اصلا مفرحاني. وكمان انا ما كنتش متخيل الصراحه ان تبقى العالمين تبقى كده الصراحه، انا يعني كنت اخر مره جيتها هنا مثلا من حوالي 4 سنين ما كانتش كده خالص الصراحه. حضرتك ده بيكون ماسك بيتلبس على الراس، تمام، وده بيكون جن، ده هنا في زرار سيفتي، واللبس زي ما هو كده بيحمينا من اي وجع او اي طلقات او اي حاجه. بس هي اصلا اللعبه ممتعه جدا يعني، كلها اكشن وكلها ادرينالين، فحاجه كويسه جدا. فعاليات ممتعة جدا في المهرجان العالمين في نسخته الثانية، طبعا بنتابع مع حضراتكم، بننقل لكم لحظة بلحظة كل اللي بيحصل هناك للناس اللي مش قادرة تروح وعندها شغل أو مش عارفة تاخد أجازة أو مش عارفة تبقى موجودة هناك في العالمين. كل يوم هتشوفوا معانا وهنتابع مع حضراتكم لحظة بلحظة فعاليات مهرجان العالمين في نسخته الثانية. طيب خلينا نروح لدوري 9
وخلاص يعني دوري نايل دخل مراحل الحاسمة، منافسة كبيرة جدا ما بين الأهلي وبيراميدز على لقب بطولة الدوري في موسم 2023-2024. امبارح نجح النادي الأهلي في تخطي عقبة مودرن سبورت، مباراة مهمة جدا من ضمن المباريات المتبقية، بالفوز على مودرن سبورت 2-1 ونجاحه في تحويل تأخره من خسارة بهدف اللي سجله طبعا أول هدف الكاميروني أرنولد إيبا في الدقيقة 26. بدأ مودرن بالتسجيل بعد كده بيفوز بهدفين مقابل هدف عن طريق طبعا نجم الفريق إمام عاشور في نهاية الشوط الأول وبعرضية طبعا من أفشة، وبعد كده طبعا إمام عاشور بيوصل للهدف رقم 7 في الموسم الحالي من بطولة الدوري، وبعد كده أحرز البديل الهدف بيرسيتاو في الدقيقة 62 من عمر المباراة. بيرسيتاو بيوصل برضو للهدف رقم 6 في دوري نايل. الحقيقة المباراة وأحداثها رغم تأخر الأهلي في النتيجة لغاية نهاية الشوط الأول اللي هو قبل ما يخرجوا من الشوط الأول، إمام عاشور طبعا أحرز الهدف اللي هو هدف التعادل، لكنها لا تعبر أبدا عن صعوبة المباراة. يعني ما تقدرش تقول إن فوز الأهلي امبارح كان صعب، لأنه على مدار اللقاء فريق مودرن سبورت ما وصلش لمرمى الشناوي في 90 دقيقة ولا مرة باستثناء كرة الهدف اللي سجل منها أرنولد إيبا هدف الفريق، وكانت تسديدة ضعيفة ولكن كان فيها مراوغة يعني من خارج منطقة الجزاء. فيما عدا ذلك الأهلي سيطر على المباراة بالكامل، سجل هدفين، أضاع أكتر من هدف، رفع رصيده للنقطة 63 في المركز الثاني من 25 مباراة، لسه متبقي ليه 9 مباريات منهم مباراة هتكون مع بيراميدز. ومارسيل كولر يعني يمكن بدأ المباراة بتشكيل كان في حراسة المرمى محمد الشناوي، كان قدامه في الدفاع خالد عبد الفتاح، رامي ربيعة، محمد عبد المنعم، كريم فؤاد اللي هو امبارح بالمناسبة خد رجل المباراة، في الوسط أكرم توفيق، حسين الشحات، وقفشة، وإمام عاشور، وطاهر محمد طاهر، ومهاجم وحيد هو وسام أبو علي. الشوط الثاني كولر دفع بأوراق مهمة جدا نجحت في ان هي تحول نتيجة المباراة تماما، نزل بيرسيتاو ورضا سليم وأليو ديانج مكان طاهر محمد طاهر وحسين الشحات وقفشة. في نهاية المباراة نزل كهربا وكريم ندفد مكان وسام أبو علي وإمام عاشور. الفوز بتاع امبارح ده فوز الأهلي، وصل الأهلي للفوز رقم 14 على التوالي، وده مش جديد أبدا على منظومة النادي الأهلي، فريق اللي فرض شخصيته على المسابقة لغاية دلوقتي وبينافس بقوة جدا. الأهلي فاز في 14 مباراة على الإسماعيلي 2-1 وعلى الجونة 3-0، على الاتحاد السكندري 4-1، على بلدية المحلة 2-1، على فاركو 2-1، وعلى مقابلة تانية أخرى الاتحاد السكندري 1-0، على الداخلية 2-1، وعلى الزمالك 2-0 طبعا كان بانسحاب نادي الزمالك، على فاركو 2-1، وعلى طلائع الجيش 4-0، وعلى الداخلية 4-1، وعلى طلائع الجيش مواجهة أخرى 2-0، وعلى بيراميدز 3-2، وامبارح على مودرن سبورت 2-1. مبروك للنادي الأهلي، هارد لك لمودرن سبورت اللي توقف رصيده عند النقطة 47 من 30 مباراة لعبها في المركز الرابع، متبقي ليه 4 مباريات. برضو كابتن طلعت يوسف امبارح في الحقيقة كان بيحاول ان هو يعدل النتيجة ولكن ما قدرش، يعني مارسيل كولر كان ليه حلول بديلة والتغييرات صنعت الفارق، وكان صاحبها طبعا صاحب هدف الفوز هو بيرسيتاو اللي كانت برضو من عرضية من رضا سليم. قطار الأهلي لا يتوقف، مكمل مركز، عنده هدف لحصد لقب الدوري. المنافسة شرسة مع بيراميدز كمان اللي هو عنده أيضا طموح إن هو يحرز أول بطولة دي. خلينا نتابع ونشوف، يعني الأجواء مشتعلة بشكل كبير جدا، مين اللي هيتعثر في المباريات القادمة ومين مكمل هو صاحب اللقب اللي هنشوفه مع نهاية الموسم.
امبارح كمان من ضمن الاخبار، اخبار طبعا كان بيخص كتير من جماهير الكره المصريه، وخاص برمضان صبحي لاعب بيراميدز، واعلنت المنظمه المصريه لمكافحه المنشطات رفع الايقاف عن رمضان صبحي لاعب بيراميدز. وجي بيان المنظمه المصريه لمكافحه المنشطات بيقول ان تلقت المنظمه المصريه لمكافحه المنشطات مساء الثلاثاء المواقف 16 يوليو 2024 قرار لجنه الاستماع بالمنظمه المصريه لمكافحه المنشطات في قضيه اللاعب رمضان صبحي بشان ارتكابه مخالفتين من القواعد المصريه لمكافحه المنشطات، وهما ايه؟ استخدام او محاوله استخدام وسيله محظوره، والتلاعب او محاوله التلاعب باي جانب من عمليه الكشف عن المنشطات، وذلك بناء على تقرير معمل برشلونه والذي نص على اكتشاف غير نمطي. وذكرت اللجنه ان قرار المنظمه بفرض الايقاف المؤقت الاجباري على اللاعب كان موافقا للقواعد المنصوص عليها في القواعد المصريه لمكافحه المنشطات. وقررت اللجنه بالاغلبيه الاتي: عدم فرض عقوبه على اللاعب، الرفع الفوري للايقاف المؤقت الاجباري المفروض على اللاعب. وبدورها اختارت المنظمه المصريه لمكافحه المنشطات جميع الاطراف المعنيه بهذا القرار. امبارح كمان يعني ده كان الخبر طبعا اللي اشعل السوشيال ميديا، اللي هو خلاص تم رفع الايقاف عن رمضان صبحي. امبارح كمان تم الاعلان رسميا عن بطولة كاس السوبر المصري لأندية الأبطال اللي هتكون في الفترة من 4 ل 7 أكتوبر القادم، اللي هتكون في إمارة أبو ظبي بمدينة الإمارات العربية الشقيقة بالتعاون مع مجلس أبو ظبي الرياضي. النسخة الثانية من بطولة كاس السوبر المصري للأبطال اللي هيتم الإعلان عن باقي تفاصيلها في وقت قريب جدا، لكنها من المؤكد إن هيكون أطرافها بطل الدوري وبطل الكاس وبطل كاس الرابطه، بالاضافه للفريق الحاصل على الكارت الذهبي من اللجنه المنظمه. يعني تقدر تقول ان الاطراف الاربعه هيكون منهم بشكل كبير جدا اهلي وبيراميدز او الزمالك، واكيد بطل كاس الرابطه سواء نادي طلائع الجيش او نادي سيراميكا كليوباترا لسه ما تمش حسمه. وده معناه ان البطوله اكيد هتكون اقوى من النسخه اللي فاتت طبعا برعاية الشركة المتحدة للرياضة. خلينا نتابع ونشوف نهاية الموسم الكروي مين الأطراف الأربعة اللي هيكونوا متواجدين وهيشاركوا في البطولة. النهاردة عندنا اختبار تاني لمنتخب مصر الأولمبي اللي بيستعد بقوة لنهائيات دورة الألعاب الأولمبية اللي هتبتدي في باريس الشهر الجاري. وطبعا يعني على قدم وساق منتخبنا الأولمبي مع ميكالي وكتيبة النجوم عندهم طموحات كبيرة جدا إن شاء الله في الوصول لأبعد نقطة في الأولمبياد. النهاردة بيفاضل ميكالي المدير الفني للمنتخب الأولمبي بين محمود صابر وزياد كمال لخلافة أحمد نبيل كوكا في وسط ملعب المنتخب أمام العراق طبعا في المباراة الودية الثانية اللي هتتلعب النهاردة بعد ودية أوكرانيا اللي كان طبعا خلصت بالتعادل الإيجابي 1-1. ميكالي كمان بيفكر أنه هو يدفع بمحمود صابر رغم غيابه عن أول مباراتين في الأولمبيات للإيقاف، وده عشان يجهزه للمباراة الثالثة. وكمان عنده رهان كبير على زياد كمال ان هو يتجهز تجهيز بدائل في المركز ده، خاصة ان كوكا هيلحق بمباراة الدومينيكان. كوكا طبعا كان اتعرض لإصابة، وتأكد غياب كوكا عن المباراة الودية لمنتخب مصر اللي هي هتكون النهاردة امام منتخب العراق. والمعسكر طبعا او المباراتين الوديتين بيتلعبوا دلوقتي في مدينة بوردو الفرنسية. بيعاني كوكا من إصابة بسيطة في وجه القدم وهيحتاج للتأهيل لمدة، يعني الفحص الطبي قال إن هو هيحتاج لثلاث أيام، وفي محاولات لتجهيزه لمواجهة الدومينيكان اللي هتكون يوم 24 يوليو الجاري، ودي أول مباراة هتكون لمنتخبنا الأولمبي افتتاح مشواره في أولمبياد باريس.
منتخب مصر الأولمبي بقيادة ميكالي هيختتم ودياته النهاردة إن شاء الله بمواجهة أسود الرافدين العراقي. إن شاء الله يبدأ مشواره وإحنا في أفضل حال، ومن البداية نقدر إن إحنا ناخد أول 3 نقاط عشان نحسم من بدري تأهلنا للدور ربع النهائي زي ما عملنا في نسخة 2021 لما تفتكروا طوكيو 2020 اتلعبت في 2021 طبعا، ونسخة 2012 اللي كانت في لندن. بتمنى كل التوفيق ان شاء الله في يعني في تاني اكبر محفل عالمي بعد المونديال وهو نهائيات دورة الالعاب الاولمبية. ان شاء الله يكون منتخبنا الاولمبي على قد الحدث، ويمكن البداية مع الدومينيكان بداية يعني مطمئنة تقدر تخلي لعبتنا يبتدوا يعني يمتصوا حمة البداية ويقدروا ياخدوا الثقة، وإن شاء الله يقدروا يحصدوا 3 نقاط ويبتدوا يكملوا في الدورة الأمور أفضل في المباريات القادمة. دكتور طارق سليمان رئيس الجهاز الطبي للمنتخب الأولمبي قال إن الأشعة اللي اتعملت لأحمد نبيل كوكا أثبتت وجود كدمة في وش القدم في المنطقة القريبة من الإصابة القديمة، والجهاز الطبي زي ما قلت لحضراتكم دلوقتي بيسعى ان هو يجهز اللاعب بشكل جيد قبل المباريات الرسمية اللي هتنطلق يوم 24 بمواجهة الدومينيكان. كان أحمد كوكا تعرض للإصابة في الدقيقة 60 من المباراة الودية الأولى اللي هي كانت أمام أوكرانيا اللي انتهت بتعادل 1-1، وطبعا المباراتين بس هم هيلعبوا مباراتين، مباراة الودية الأولى اللي اتلعبت أمام أوكرانيا انتهت ب1-1، النهاردة المباراة أمام العراق وخلاص هيبتدوا إن شاء الله مبارياتهم الرسمية يوم 24. الجهاز الطبي طبعا يعني عمل العلاج الأولي بعد المباراة وهيبتدي بإجراء جلسات علاجية وتأهيلية تحت إشراف دكتور صلاح عاشور أخصائي التأهيل والعلاج الطبيعي. هيتعمل جلستين في اليوم عشان يقدروا ان هم يأهلوا اللاعب بسرعة. دكتور طارق سليمان كمان تواصل مع دكتور أحمد جبالة رئيس الجهاز الطبي بالنادي الأهلي وبعت له التقرير والأشعة الخاصة باللاعب عشان يبقوا عارفين يعني الأمور ماشية ازاي وحالة التأهيل، طبعا التواصل ما بين المنتخب والنادي. نروح لتصريح وتعليق والتصريح خاص بميكالي المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبي اللي اتكلم فيه عن طموحاته مع منتخب مصر في أولمبياد باريس. وقال ميكالي إيه؟ قال إنه هو عنده قناعة إن اللاعب المصري مش أقل من أي لاعب في العالم، حتى في البرازيل اللي كانت بتمتلك مواهب كبيرة جداً. قال نحتاج فقط ان احنا نشتغل وننقل التجارب ونحفز اللاعبين، واكد كمان ان احنا بنحتاج لتوفير الملاعب الجيده والعقليه قويه، وانه عنده ثقه كبيره جدا في اللاعب المصري وعن مجموعه المنتخب في الاولمبيات. قال ان المنتخبات قويه، مفيش منتخب مش قوي، وقال كمان ان مفيش لاعب يمكن ان هو يوصفه بان هو سهل او منتخب ان هو سهل. قال ان احنا لعبنا مع منتخب اوزبكستان وما حسمناش الفوز الا في الدقائق الاخيره، وقال ان اسبانيا مدرسه كبيره جدا والدومينيكان فريق بيتشكل من لاعبين محترفين خارج بلدهم ومجنسين، وقال ان هي مجموعه صعبه مش مجموعه سهله ولكن احنا طموحين للتاهل منها. ختم كلامه وقال ان احنا كافحنا كتير واشتغلنا كتير عشان نحقق التأهل اللي كان صعب، وهنواصل الحلم اللي احنا حلمنا بيه وأمننا بيه. وكمان كنت مع البرازيل ببحث عن الميدالية الذهبية وهبحث عن الميدالية الأولى في تاريخ مصر، وان اكتر حاجة بتعجبني في الشعب المصري هو السعي من اجل تحقيق الميدالية. الراجل عنده طموح كبير جدا وبيحلم، والحلم مشروع لأي حد. منتخبنا الأولمبي كان قريب جدا ان هو يبقى قريب من حصد ميدالية أولمبية. يا رب ان شاء الله باريس تكون يعني وشها وش السعد على كل اللاعبين المصريين اللي هيشاركوا فيها، ونقدر ان احنا نحصد ميدالية وتكون اول ميدالية في الألعاب الجماعية
وكمان الهاندبول يقدر ان هو يحصد ميداليه وتكون يعني الاولمبيات موفقه بشكل كبير جدا سواء على المستوى الالعاب الجماعيه او الفرديه. خلينا نروح لفاصل، بعد الفاصل لسه مكملين مع حضراتكم في صباح اون تايم، خليكم معانا. طبعا احنا بنعيش الفترة دي استعدادات البعثة المصرية لنهائيات دورة الألعاب الأولمبية اللي هتكون في باريس، وبنتابع مع حضراتكم لحظة بلحظة كل استعدادات أبطالنا، وأكيد كمان هيكون الألعاب البارالمبية ليها دور معنا، خصوصا أن مصر مشاركة ببعثة كبيرة جدا، خلاص كلها أيام قليلة وهتنطلق أولمبياد باريس 2024، بتضع البعثة المصرية اللمسات النهائية خلاص للمشاركة في الدورة الأولمبية وسط توقعات كبيرة بتحقيق نجاحات كبيرة جدا في المحفل الكبير، بما يتناسب طبعا مع الدعم المطلق والهائل من الدولة لأبطالنا الرياضيين في شتى الألعاب سواء الألعاب الفردية أو الجماعية. رحنا وسجلنا مع بعثة مصر لرفع الأثقال اللي هتكون كمان موجودة إن شاء الله في باريس، وهيشاركوا خلال أيام مع في الأولمبيات، وكان لينا لقاءات كتير جدا وعن طموحاتهم واستعداداتهم. خلينا نروح ونشوف التقرير، نرجع مرة تانية مع حضراتكم. كانت مشوار طويل جدا، بقينا 4 سنين في التأهيل، وكانت أول بطولة ليا كانت وبعد كده كاس العالم وبعد كده المكسيك اللي هي كانت اخر حاجه جبت فيها الميداليه الذهبيه، ومفيش حاجه اسمها مستحيله، وان شاء الله هنجيب ميداليه في الاولمبياد، وانا اصلا اول بنت في تاريخ الاقزام يشارك في اولمبياد. طبعا احنا بقالنا 3 سنين بنتاهل، ولعبنا اخر بطوله زرزيه تاهيل، الحمد لله كلنا تاهلنا فيها. طبعا معسكرات دائمه، بنحافظ جدا على فكره ان احنا نطور أرقامنا، بنتمرن هنا طول الأسبوع، بناخد بس أجازة يومين ونرجع تاني، وإن شاء الله البطولة اللي جاية هتبقى أولمبياد باريس، وبالنسبة لنا دي مهمة جدا لأن هي الأولمبياد بتتلعب كل 4 سنين، فإحنا مستنيينها بفارغ الصبر. طبعا بالنسبة لي ديت الأولمبيات الخمسة، فحلم ليا إن شاء الله أنا هعمل ميدالية بإذن الله. متعودين دايما رفع الأثقال البارالمبي ان احنا دايما نبقى موجودين على منصات التتويج، يعني ما بنتنزلش عنها بسهوله يعني، فان شاء الله باذن الله نحقق ميداليه باذن الله. احنا اوريدي الحمد لله كل واحد ليه ملف طبي اوريدي جاهز، وعملنا لهم الاشعاعات والتحاليل وكل الحاجات دي، كل واحد ليه ماشي على علاجات خاصه ليه والعلاج الطبيعي بتاعه، وكل واحد يعني ليه التراك والمانجمنت بتاعه الخاص يعني. طبعا بيبقى فيه تعليمات وكل واحد طبعا بيبقى عارف المفروض يعمل ايه، واحنا مسؤولين طبعا عنهم، بيبقى معانا طبيب الفيزيوثيرابي اللي هو العلاج الطبيعي بيبقى شغال معاهم، سواء بيشتغل على الرينج اوف موشن يعني على الحركات نفسها وعلى الليونة بتاعت كل لاعب، وازاي ان احنا نخلي الاصابات نفسها يعني نبريفنت الاصابات انها تحصل يعني. احنا بنستعد للدورة البارالمبية من الدورة البارالمبية اللي فاتت من طوكيو 21، مرينا ب5 بطولات مهمة جدا للتأهيل للدورة البارالمبية باريس، اشتركنا في بطولتين عالم وبطولة افريقية وبطولتين السنة دي خلال سنة الاولمبياد، الحمد لله حققنا خلالها ميداليات اهلتنا ان احنا نشترك ب13 لاعب ولاعبة في الدورة البارالمبية ان شاء الله. ان شاء الله هنسافر يوم 21، المنافسات بتاعت رفع الاثقال هتبتدي يوم 28 اغسطس لحد يوم 4 سبتمبر. انا من 2013 وانا بلعب، انا حصلت على ميداليتين فضيتين في اولمبيات ريو 2016 وطوكيو 2020 ومؤهله لباريس 2024، وحصلت على 4 ميداليات ذهب في بطولات عالم مختلفه، المكسيك، كازاخستان، جورجيا، دبي، وان شاء الله كل لسه راجعين من بطوله جورجيا، وحققت رقم عالم جديد باسمي 135، وان شاء الله بنستعد دلوقتي لباريس 2024
يمكن من بعد طوكيو الأول مرة الأولمبياد بتبقى كل 4 سنين، عشان طوكيو الكورونا وكده اتأجلت ل 2021، فاحنا بقالنا 3 سنين دلوقتي بنتدرب وبنجهز لباريس، فالمدة قليلة بالنسبة لنا، بس احنا ان شاء الله قدرنا على ان احنا نقدر نعمل حاجة في الفترة القليلة دي. انا دي ثالث دورة أولمبية ليا، لعبت ريو وخدت فيها فضة، ولعبت طوكيو، ودي ثالث دورة ان شاء الله بنسعى لها ان احنا ناخد ميدالية فيها. احنا بنلعب بحوالي من بطولة لبطولتين كل سنة، بتبقى استعدادات للأولمبياد وبطولة تأهيلية. الحمد لله احنا كلنا على أتم استعداد، وإن شاء الله ربنا يكرمنا بميداليات وبنتائج تكون أحسن من دورات الأولمبية اللي فاتت بإذن الله. أبطالنا البارالمبيين في طوكيو حققوا نتائج قوية جدا في رفع الأثقال، إن شاء الله يقدروا إن هم باريس يحققوا نتائج أفضل من طوكيو. بما ان احنا بنتكلم على باريس وفرنسا، السفاره الفرنسيه بتحتفل بعيدها الوطني واستقبل سفير فرنسا بالقاهره اريك شوفاليه اكثر من 2000 شخص في مقر السفاره بفرنسا للاحتفال بالعيد الوطني للجمهوريه الفرنسيه في يوم مميز جدا. كان من ضمن الحضور يعني عدد كبير من الشخصيات السياسية، منهم طبعا كان موجود وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي وعدد من الشخصيات العامة، ومنهم فنانين ومثقفين، ومنهم نجوم من النجوم المصريين. ياسر جلال كان موجود، أروى جودة النجمة الكبيرة لبلبة، وكتير كانوا بيحضروا العيد الوطني والاحتفالات بالعيد الوطني في السفارة الفرنسية. خلينا نروح ونتابع ونشوف التقرير، نرجع مرة تانية مع حضراتكم. يعني مشاهدينا خلينا نرحب بالفنانة القديرة، الفنانة الجميلة، الفنانة العظيمة بالتأكيد المصرية لبلبة. طبعا برحب بحضرتك على قناة اون تايم سبورتس، مشرفانا منورانا على قناة اون تايم سبورتس وجودك النهاردة في السفارة الفرنسية احتفالا باليوم الوطني الفرنسي. طبعا بنحتفل كلنا في مصرنا الحبيبة بالعيد الوطني الكبير لفرنسا، و 14 جويه بيقولوا عليه هناك كل الفرنساويين، كل البلاد في كل العالم اليوم ده بيحتفلوا، السفارات بتحتفل بالاحتفال الكبير ده، وانا مبسوطه ان انا بشارك وجايه اقول كل سنه وانتم طيبين وابقى موجوده في الاحتفال الكبير ده. انا سعيد بوجودي هنا لان كانت دعوه تلقيتها من جناب السفير شيفاليه وحرمه، وكان لازم كنت البي الدعوه. يعني انا بحب فرنسا جدا وبروح كتير انا ولادي ومراتي هناك في كل صيف يعني، بس الصيف ده ما عرفتش اروح لان طبعا الالعاب الاولمبيه زحمه جدا فرنسا، والاسعار بقى الاوتيلات والحاجات عاليه جدا، فانا بتمنى طبعا التوفيق لكل للالعاب اللي بتمثل مصر في دورة الألعاب الأولمبية، يعني وإن شاء الله نحقق ميداليات يعني كتير يعني إن شاء الله. والله أنا سعيد جدا بدعوتي من السفير لحضور العيد الوطني الفرنسي يعني في السفارة عندنا، وفرنسا أصل هي ليها معزة خاصة عندي عامة، يعني زياراتها كلها وفترات طويلة قضيتها هناك من حياتي يعني ما بين فرنسا وأمريكا يعني، فبحبها جدا، بحبها في كل أماكن يعني، أحب باريس، أحب مارسي، نيس، كان يعني كل أماكنها بصراحة بالنسبة لي قريبة من قلبي قوي يعني. أتمنى لهم طبعا النجاح والتوفيق وإنهم يبقوا دايما في أمان وصحتهم كويسة، وهم مشرفينا مجرد بس إنهم وصلوا الحتة دي وإنهم وصلوا لغاية فرنسا، إحنا أوريدي فخورين بيهم وفخورين بيهم في أي حال. أولا إحنا يعني بنهني السفارة الفرنسية معبر عن الدولة الفرنسية، معبرين عن هذه العلاقة الكبيرة ما بين يعني جمهورية مصر العربية ودولة فرنسا. أكيد اليوم الوطني لفرنسا بيعبر عن هذه العلاقة. الحقيقة كمان احنا يعني احنا داخلين على باريس، ومعالي السفير الفترة اللي فاتت الحقيقة أسهم معانا بتعاون كبير جدا في حاجات كتير، ومهتم جدا بهذا الملف، واحنا يعني خلاص قاب قوسين او ادنى يعني، فاحنا جايين نقول لهم يعني كل سنه وانتم طيبين، وزملائي في الحكومه وفي الرياضيين النهارده موجودين كتير يعني. Exactly. This is really our national day. بالضبط، فاليوم هو العيد الوطني لفرنسا، هو عيد للقيم التي تقدمها جمهورية فرنسا، وهذه القيم
هي قيم الحرية والعدالة والتضامن، وهي قيم تتشابه مع قيم الرياضة. أنا سعيد بهذا الجمع الكبير اليوم والذي قد يتعدى أكثر من 2500 مدعو، وسعيد جدا بوجود معالي وزير الشباب والرياضة معنا اليوم بجانب العديد من الرياضيين على أعلى مستوى حضروا اليوم. وكما قلت في كلمتي ونحن نقترب من دورة الألعاب الأولمبية والبارا أولمبية، فإن العيد الوطني لفرنسا هذا العام نحتفل من خلاله بقيمنا والمرتبطة معا بالقيم الرياضية، وهي قيم تتسق مع بعضها البعض. احتفال جميل طبعا، احتفال السفارة الفرنسية بالعيد الوطني لفرنسا ومشاركة كتير من الفنانين والشخصيات العامة والشخصيات السياسية فيه، فده أكيد إن ده اللي بيدل على الترابط الكبير والعلاقات الوطيدة بين البلدين. دلوقتي وصلنا مع حضراتكم لي On Fire News. نبتدي أخبارنا من عند الأهلي، والسويسري مارسيل كولر صرح أنه هيتم أو سوف يعيد تقييم الهدف اللي تم تسجيله في مرمى محمد الشناوي في الشوط الأول قدام مودرن سبورت. وقال كولر أن مستوى فريق النادي الأهلي كان متراجع في الشوط الأول، لكن لما أحرزنا هدف التعادل قبل نهاية الشوط الأول ما يخلص، خلى اللاعبين يدخلوا الشوط الثاني بحافز كبير، وده ظهر في الشوط الثاني. وقال ان هو سعيد كمان باحراز بيرستاو هدف بالراس وصناعه المغربي رضا سليم بعد ما الاثنين شاركوا بدقائق معدوده. وقال كمان ان هو بيتقبل استقبال فريق الاهلي اهداف في المباريات بسبب الضغط او ضغط اللقاءات اللي هم بيلعبوها، وقال ان احنا بنخوض اكتر من مباراة في الاسبوع الواحد. ويعلق كمان على انباء رحيله عن النادي الاهلي وتدريب احد الاندية السعودية. كولر قال ان عقدي مع النادي الاهلي لسه مستمر وما فيش كلام في الامر ده دلوقتي خالص. كمان مسؤولو النادي الأهلي أخطروا محمد الضوي كريستو لاعب الفريق بالموافقة على إعارته لنادي الصفاقسي التونسي لمدة موسم على سبيل الإعارة. وكان مسؤولو النادي الأهلي عملوا جلسة خلال الساعات اللي فاتت مع اللاعب وقالوا له أن هم موافقين على العرض التونسي مجانا على أن يتحمل الصفاقسي راتب كريستو اللي هيتقاضاه في الفريق. وجت موافقة الأهلي بعد ترحيب مارسيل كولر برحيل اللاعب اللي ما خدش يعني فرصة للمشاركة مع المدرب إلا على فترات متباعدة، وكولر شايف أنه مش هيبقى محتاجه الفترة اللي جاية. كمان كشف الألماني أمين أسكمان وكيل أعمال ميرخاس دوسكي في تصريحات خاصة لموقع كورا بلاس، قال إن موقف موكله من الانضمام للدوري المصري بعد أنباء اللي ربطت ما بينه وما بين الانتقال للنادي الأهلي والتقارير الصحفية اللي اتكلمت كتير ما بين الأهلي وميرخاس دوسكي. وهو اللاعب ده ألماني من أصول عراقية بيلعب لنادي سولوفاكو التشيكي. إن الأنباء عن الارتباط ما بين اللاعب لتدعيم الجبهة اليسرى في الأهلي، ورفض ساكمان من خلال تصريحاته لكورا بلس إن هو يفصح عن اسم أي نادي بيفاوض ميرخاس دوسكي، لكنه اكتفى بأن هو قال إن اللاعب عنده أكتر من عرض منها أندية في أفريقيا. وقال كمان إن مش هقدر أتكلم عن اسم النادي لكنه عنده أكتر من عرض وهو يعني مطلع على الأمور، وطبعا منها اللعب في مصر وهو منفتح جدا أنه يجي يلعب هنا وهيكون الأمر جيد جدا بالنسبة له. ده بالنسبة للأخبار اللي ربطت ما بين اسم اللاعب وتدعيم الجبهة اليسرى في نادي الأهلي. أخبار الزمالك نبدأ من حراسة المرمى من عند محمد عواد حارس مرمى الفريق، اللي اختلف مع مجلس الإدارة حوالين المقابل المادي لتجديد عقده مع النادي خلال الأيام اللي فاتت. وفي مصدر داخل الزمالك قال إن الحارس حاطط شروط لتجديد عقده، ودي الشروط دي هي اللي واقفة
يعني في إتمام تجديد عقد الحارس، يمكن أبرزها أن الحارس طلب إعفاءه تماما من نسبة المشاركة بحيث أن هو يحصل على قيمة عقده كامل، خاصة أن البند ده موجود في عقده الحالي مع الزمالك. محمد عواد قلقان من أن هو طبعا يقعد على الدكة في حال تجديد عقده مع النادي ويتم الاعتماد على محمد صبحي في كل المباريات، وبالتالي الراجل عايز يأمن المقابل المادي اللي هيحصل عليه سنويا، ما بقاش ليه علاقة بالمشاركة، وده مش موجود. يعني في طبعا يعني من العقد بيبقى في ضمن البنود هو المشاركة، مشاركة اللاعب في المباريات. هو الراجل مش عايز يفعل البند ده وعايز في تجديد العقد يلغيه، فلعبت ما لعبتش اخد فلوسي كاملة. هنشوف يعني ده اللي موقف فكرة إتمام تجديد التعاقد مع عواد. خبر تاني خاص بالمدير الفني وهو جوزيه جوميز المدير الفني لنادي الزمالك، عمل محاضرة فنية للفيديو يعني مع اللاعبين قبل انطلاق تمرين امبارح، وكان حريص جوميز على ان هو يشرح كتير من الأمور الفنية والخططية خلال المحاضرة والأخطاء اللي وقع فيها اللاعبين في لقاء بلدية المحلة اللي انتهى بالتعادل السلبي. وكمان يعني جوميز قال للاعبين ان هو مش راضي عن المستوى اللي ظهروا عليه في المباراة، وقال ان هو عايزهم يركزوا بشكل اكبر في الملعب، وكمان كان هو منح بعض اللاعبين يعني تعليمات خاصة لتنفيذها خلال اللقاءات اللي جاية. بيستعد الزمالك لمواجهة بروكسي المفروض اللي هتكون بكرة على استاد القاهرة الدولي، ودي في مباريات كاس مصر في دور الـ 32. عايز يحقق أكيد نتيجة إيجابية في مباراة الغد في افتتاح مشواره في دور الـ 32 لكاس مصر. النادي الأهلي كمان عنده مباراة مع الألمنيوم في دور الـ 32 أيضا في كاس مصر، فالفريقين مركزين بشكل كبير جدا. طبعا الاهلي مركز في الدوري بيسعى لحصد البطوله ويركز في افتتاح مشواره في كاس مصر، الزمالك بكره هيفتتح مشواره امام بروكسي وحاله من التركيز الشديده مع نهايه موسم ويعني والبدايه في كاس مصر لقطبي الكره المصريه. بكده خلصت كل التفاصيل معانا النهارده وكل اخبارنا، نروح لفاصل ونستقبل ضيفة حلقتنا النهاردة آية الشامي لاعبة الكرة الطائرة بالنادي الأهلي، خليكم معنا. مرحبا بحضراتكم مرة تانية، لسه مكملين معاكم في صباح اون تايم. انضمت لينا ضيفتنا النهاردة اللي منورانا آية الشامي لاعبة الكرة الطايرة بالنادي الأهلي. آية صباح الفل عليك. صباح الفل. إيه الأخبار؟ كل تمام الحمد لله. آية بقالك قد إيه بتلعبي فولي بول؟ لا كتير، بقالي مثلا 22 سنة. 22 سنة؟ بس شكلك مش كبيرة قوي. يعني كنت بلعب يعني عشان أنا بحكم إن أنا بابايا وكده كان مدرب، فكنت بروح بقى وأنا صغيرة جدا بقى ألعب بقى، أنا لسه أصلا قد كورة. بتروحي مع التمرين وهو كنت على طول معاه في النادي بقى. بتروحي وأنت عندك كام سنة؟ يعني كنت صغيرة قوي بس يعني ممكن 5 سنين مثلا. كنت بروح بقى أقعد ألعب بقى، تبقى الكورة أكبر مني أصلا وأنا أقعد ألعب كده لغاية بقى ما ابتديت بقى أخش بقى فرقة وابتديت بقى الفولي. طب بدأتي تتمرني وانت عندك كام سنة؟ تقريبا من وانا صغيرة برضه، يعني انا ابتديت في الفترة دي 5 6 سنين كده ابتديت بقى اخش الفرق اللي هي الصغيرة قوي اللي هم لسه بقى بيتعلموا كده، وابتديت بقى اخش من الفترة دي لغاية بقى دلوقتي. انت حبيتي الفولي عشان يعني كنت بتروحي مع باباكي تشوفيها عجبتك ولا هو كان نفسه كمان ان انت تلعبي وتتمرني؟ يعني ساعات عارفه بيبقى الاهالي هم اللي بيوجهونا واحنا صغيرين بصراحه، يا بنكمل يا ما بنحبش وبنزهق يعني. ايوه انا احنا اصلا عيله رياضيه عامه، انا اختي الكبيره برضو كانت بتلعب وكده، كنت دايما بروح اشوفها بقى وهي في المنتخب وكده، ففاكره قوي ان انا كنت دايما بقى بقعد اقول ان انا نفسي ابقى زيها بقى واخش المنتخب وابقى لعيبه بقى جامده وكده، ف
فمن وانا صغيره نفسي اصلا العب بسبب الموضوع ده يعني. وبعدين بقى لما ابتديت اخش بقى حبيت اللعبه اكتر وابتديت ان انا عايزه اكمل فيها اكتر. يمكن بابايا عشان المدرب فحطينا كلنا في نفس التراك ده اصلا انا واخواتي، بس انا واختي الكبيره اللي كملنا، اختي اللي في النص ما زهقت ما حبيتهاش يعني، بس احنا الاثنين بقى التانيين حبيناها قوي كملنا فيها. بينك وبين اختك الكبيره قد ايه؟ 10 سنين. 10 سنين كانت هي في المنتخب بقى، كان عندها كام سنه؟ 13 سنه مثلا. وانت يعني وانا بقى يعني هي بنت لسه بادئه يعني. انا عشان كده بقول لك انا كنت شايفاها بقى من وهي وانا صغيره قوي بقى في المنتخب وكده، وكمان شفت بقى فكره الالتزام والحاجات دي برضو الرياضي بيبقى مختلف قوي. اللي هي بقى عندها مع التمرين ولازم بقى الصبح وبالليل حاجات كده، فكنت حابه قوي الحياه دي الصراحه. ايه ده، بتحبي الالتزام من وانت صغيره؟ اتعودت عليه كمان يعني عكس كل الولاد الصغيرين. لا ما خلاص يعني هو الرياضه يعني عشان انا بحبها، انا لو ما كنتش بحبها خلي بالك، هو انت لو ما كنتيش بتحبي اصلا الفولي بول ما كنتيش هتبقي حابه انك تروحي التمرين. بالظبط يعني عارف في ولاد صغيرين بيروحوا التمرين بالاكراه، اللي هو يلا نروح التمرين. انا كان عقابي في البيت مثلا لو انا ما عملتش مش هنوديكي التمرين، انا مش هروح التمرين فعلا. يعني ده اكتر حاجه صعبه ممكن تحصل لي، اللي هو انت مش هتروحي التمرين، فاللي هو لا انا هعمل اي حاجه بس عشان اروح التمرين. مين بقى كان بيوديك التمرين؟ ومامتك بقى هي اللي كانت متوليه الموضوع ده ولا كان باباكي؟ بابايا اكتر بحكم ان هو كان اصلا اوريدي بيشتغل في النادي فكان بيروح على طول، فكنت بروح معاه. ومامتي بقى كانت بتيجي الماتشات يعني والحاجات دي، كانت بقى هي بتحضر معايا الماتشات، بس بابايا في التمارين والحاجات دي كان هو اللي بيروح اكتر معايا. بدايتك كانت في النادي الاهلي؟ الشمس. في الشمس. وبعدين بقى يعني بدأتي في الشمس وفي الفريق الصغير. أربع سنين ولا خمس سنين؟ لا هما أول سن 8 سنين تقريبا، بس عادي يعني ممكن تلعبي تحت السن يعني. كنت أصغر شوية. وبعدين بقى هل بقى أنت كنت طويلة وأنت صغيرة؟ يعني بيبقى محتاجين يعني جسم معين. طول معين في السن ده. بصراحه وانا صغيره ما كنتش طويله قوي يعني، كنت عاديه يعني. ما كنتش طويله قوي، بس كان الطول الطبيعي بتاع السن اللي في بس يعني كنت طويله شويه بس مش زي دلوقتي يعني، بالنسبه للناس طويله قوي ما اعرفش ايه كده، بس كنت طويله شويه عن سن صحابي، بس مش الطفره يعني. بس فبدانا بقى من وانا عندي مثلا 6 سنين يعني، ممكن اقول 6 سنين، بدات لغايه تقريبا في الاهلي في الشمس لغايه تقريبا 16 سنه 17 سنه. قعدت كل ده بقى لعبت في كل المراحل، ولعبت في ستيم، لعبت اكتر من لعبت اصلا في ستيم من وانا صغيره يعني، من وانا اصغر من سني لعبت في ستيم، قعدت شويه لغايه بقى ما الاهلي اشتري. كنت تحت السن وبيساعدوكي. فضلت كده فتره لغايه بقى ما الاهلي انتقلت للاهلي يعني. ويعني ورحتي للاهلي ازاي؟ الاتفاق والانتقال جه ازاي؟ كان في يعني قبليها بكذا مره، قبل ما اروح يعني بكذا سنه كان في كذا مره ان انا اروح يعني، بس الموضوع ما كانش بيمشي لغايه ما جه بقى في ايام يعني كابتن حمدي الصوفي اتكلمني وكلم الناس في النادي وكده، والمجلس بقى اتفقوا مع بعض وانتقلت. هل كان في صعوبات واجهتك في بداية مشوارك؟ يعني 22 سنة ما شاء الله، يعني سنين كتيرة، بطولات، انكسارات، انتصارات، يعني أكيد الطريق مليان بالحكايات. لأن أنا حظي شوية في الإصابات كان كتير شوية يعني، تقريبا دي كانت دايما بتبقى اصعب فتره على اي لعيب يعني، ان هو يتصاب وكده، لان بيبقى الموضوع صعب ان انت ترجعي تاني، تبقى حاجه صعبه جدا يعني. فانا كانت اول عمليه عملتها في 2016، فكانت برضو كانت بالنسبه لي بقى حاجه كبيره وكده. وبعدين في 2019 عملت عمليه تانية، في 2020 عملت عمليه تانية. في 2016 جات لك اصابه ايه؟ في كتفي، كان عندي اوتر. كان في وتر، في مشكله وكده، فدخلت عملت عمليه. في 2019 كنت مع المنتخب واتصبت، جالي حاجه في ركبتي وركبت شرايح ومسامير. كانت بالنسبه لي دي بقى كنت حاسه ان انا خلاص يعني. اصاباتك كلها قويه قوي. مره واحده شرايح دي حقيقه يعني، بجد الموضوع بيبقى صعب قوي. حتى انا بعديها قلت انا صعب قوي ان انا اعرف العب يعني. الموضوع كان بيبقى صعب جدا. بس وبعديها عملت عمليه ثالثه. يعني انا حافله بالاصابات. وبعدين السنه اللي فاتت بقى عملت عمليه في كتفي، سافرت فرنسا عملتها بره. ليها علاقه برضو بالاوتار ولا يعني في اصابه ردت عليكي تاني ولا الاصابات مختلفه؟ هي هو نفس الكتف اللي عملته في 2016. رجعت في عملتها في 2022. لا 22، لا صح 23 في 9.
دي كانت بقى يعني كنا في النادي وكده، كنا عندنا ماتش اصلا، كنا بنلعب مع الزمالك يعني، كان الموضوع يعني كان صعب قوي. كنت بجيب كوره فكتفي اتخلع، فبعديها بقى كان لازم بقى اللي هو كان خلاص كتفي جاب اخره، كان لازم بقى نادي بقى سفرني بره، وعملت عمليه في فرنسا ولسه لغايه دلوقتي يعني برجع منها ان شاء الله. اوقات ساعات لما بتحصل الاصابه الواحد بيفكر ان خلاص كفايه، مش هرجع تاني، مش هعرف ارجع بسرعه. هل اللحظات دي مرت عليكي ولا كنت دايما واخده القرار ان انا هرجع افضل من الاول؟ يعني دايما بيحصل مشاعر سلبيه، في ناس بتتعرض لمشاعر سلبيه بتقدرش تخرج منها، وناس بتتعرض لمشاعر سلبيه وقتيه وتبتدي تتخطاها وترجع وتبقى افضل كمان. صح، هي دي حاجه طبيعيه يعني، انا شايفاها حاجه طبيعيه ان انا يعني يمر عليا حاجه زي كده، لانه طبيعي اصلا احساس التعب واحساس اللي انا ببقى فيه والتاهيل نفسه ده بيبقى حاجه متعبه جدا جدا. بس يعني زي ما قلت لك، هو بسبب حبي للعبه هو اللي بيخليني لا انا عايزه اكمل وعايزه ارجع تاني، وان انا عايزه ارجع تاني لنفس المستوى اللي انا كنت فيه، فده بيخليني اشتغل على نفسي اكتر واحاول اكتر ان انا لا يعني ما استسلمش وارجع يعني. مين مثلك الاعلى في الكره الطايره؟ اختي. اختك جوستيل لغايه دلوقتي يعني حطاها هي قدامك؟ يعني هي ما شاء الله كان عندها ميزه ان هي مش قويه قوي، بس لسه بتلعب؟ لا هي بطلت. بس كانت ذكيه قوي يعني، لعبها كان شغل دماغ. كنت تتبسطي وانت تتفرجي عليها، فدي حاجه مش عند اي حد يعني، دي كانت تالنت كده عندها ما شاء الله، فكنت بحب قوي الموضوع ده فيها. ايه رايك دلوقتي فكره الاهتمام بالالعاب الاخرى؟ يعني في وقت من الاوقات كانوا بيقولوا عليها شهيده، هي ما بقتش شهيده خالص. لا خالص. لا خالص. يعني انا معاكي في الموضوع، الشهاده دي نسيها، ما بقتش شهيده خالص، بالعكس يعني بقى في اهتمام كبير، بقى في نقل لبطولات كتيره. يمكن في وقت من الاوقات كان كمان الدوريات ما بتتنقلش، لا بقى في نقل البطولات، نقل الدوريات. شايفه الامور اختلفت بالنسبه لكم انتوا كمان، ان انتوا حاسين ان لا يعني، عارفه زمان كان اللاعبين في الالعاب الاخرى مش كتير ناس بتعرفه، النهارده ما شاء الله يعني الشعب المصري عارف الابطال وعارف اسمائهم وعارف مين بيلعب فين ومتابع كويس. صح. جدا متابع بطولات ومتابع دوريات، وموضوع بقى يعني في انفتاح كبير جدا. مختلف جدا عن الاول. لا هو طبعا الموضوع بقى مختلف جدا عن الاول جدا. حتى يعني غير كده الرياضه النسائيه كمان بقت كله بيهتم بيها غير الاول، الموضوع بقى مختلف، بقى ماتشاتنا بتتذاع، بالعكس في ناس كمان بتتابعها بتستناها، ماتشات الاهلي والزمالك فولي بول بالذات عشان الدنيا فيها مختلفه، بقت الماتشات اصلا الناس بتسال امتى، والناس بقى بقت عارفينها في الشارع وما اعرفش ايه وكده. فلا هي فعلا اختلفت جدا عن زمان يعني، الموضوع مختلف جدا، واعتقد ده احسن يعني، ان بره احنا لما بنسافر بره وكده دايما بيبقى الناس بره كده يعني، كله عارف الرياضيين بتوعهم وكده، احنا ما كانش عندنا الحته دي قوي زمان، بس دلوقتي لا الموضوع اختلف تماما يعني. الاصابه والعمليه الاخيره اللي انت عملتيها، طمنينا ايه الاخبار يعني الامور بقت افضل؟ يعني احسن الحمد لله، ولسه مكمله يعني على اساس ان شاء الله على السيزون ده ان شاء الله اكون رجعت احسن. بتعمل دلوقتي في التاهيل؟ انا نزلت اخر فتره في السيزون، بس ما كنتش لسه يعني 100%. دلوقتي بشتغل تاني على كتفي عشان ان شاء الله على السيزون الجاي بقى يبقى الموضوع اتحسن خالص يعني ان شاء الله. طيب كان في كلام ان انت، وقالوا لي في الاعداد ان انت يعني كان في كلام من نادي الزمالك؟ يعني كان في كلام في اللي هو الفتره الاولى اللي هي مش السنه دي وكده، لما كنت بجدد عادي من سنتين كان في كلام، كلام كتير معايا وكده. كانوا نادي الزمالك عايزينك؟ بس يعني اتكلموا معاكي انت ولا اتكلموا مع النادي بشكل رسمي؟ لا اتكلموا معايا انا، لان انا عادي كان خلص. فكنت يا اما يعني في انتقال حر. كان في كذا حد من صحابي حتى راح يعني الفتره دي، اللي هو انتقل منهم خمسه من الاهلي راحوا الزمالك. كان من ضمنهم انا برضو، كلموني وكده، بس يعني الموضوع انتهى ان انا جدتي للنادي، جدت الاهلي. كانت دي رغبه يعني، كنت انت حابه ان انت تكملي في الاهلي؟ يعني اكيد نادي الزمالك نادي كبير وكده، بس انا كنت مكمله في الاهلي وكنت حابه الاهلي والجمهور وكده، يعني كنت حاسه ان ده هيبقى استقرار اكتر يعني، ارتبطتي بيه اكتر. وصراحه يعني النادي برضو قدم لي حاجات كتيره يعني، كنت حابه ان انا اكمل فيه يعني بصراحه.
أي طيب خلينا نروح للفاصل. بعد الفاصل لسه مكملين مع آية الشامي لاعبة منتخب مصر ولاعبة النادي الأهلي للكرة الطايرة. لسه مكملين معاها كمان الفترة اللي جاية بتستعد لإيه وعندها إيه وناوية تنافس على إيه. خليكم معنا. برحب بحضراتكم مره تانية. لسه مكملين معاكم في صباح اون تايم ولسه معانا ضيفتنا اللي منورانا النهارده ايه الشامي لاعبه الكره الطايره بالنادي الاهلي. ايه يمكن يعني قبل الفصل كنا بنتكلم عن البدايات ولكن المشوار مليء بالانجازات. من وجهه نظرك ايه اللي ساعد فريق الكره الطايره بالنادي الاهلي ان هو يفوز بالدوري وكاس والسوبر المصري؟ يمكن احنا اشتغلنا على نفسنا قوي السنه اللي فاتت السيزون اللي فات ده. الموضوع يعني مش بيجي سهل خالص. الناس يمكن فاكره ان احنا الموضوع سهل، لا بالعكس احنا بنتمرن كتير جدا، بنتمرن صبح وبالليل معظم الوقت، وممكن التمرين تقعد 3 4 ساعات، فالموضوع بيبقى فعلا صعب. بس وكمان احنا يعني رغبتنا ان احنا دايما نبقى احنا المتصدرين وكده، وروحنا ان احنا عايزين نكسب دايما، هو ده اللي بيخلينا دايما بنفرق يعني، ومش بنبقى اللي هو احنا خلاص واخدين البطوله قبل كده فخلاص احنا اخدناها قبل كده، لا بالعكس احنا بيبقى عايزين الاستمراريه وده اللي بيكون صعب يعني. ايه اصعب المباريات في مشوار الاهلي سواء في الدوري او في كاس مصر؟ ماتش الزمالك. الزمالك لا في كاس مصر الزمالك ما كانش معانا، كان طلع هو من السيمي فاينل، كان معانا ماتش الشمس. بس في الدوري والسوبر ماتش الزمالك كان في الدوري أصعب. والسوبر ماتش الزمالك. ايه الصعوبات بقى اللي بتواجهوها يعني لما بتيجي تواجهوا الزمالك؟ انا عارفه ان هو فريق كبير ولكن اكيد يعني في برضو كواليس كتيره. يعني ماتش الزمالك مبدئيا هو كمان ماتش من قبل الفني، هو ماتش نفسي جدا. لان طبعا دلوقتي الموضوع الناس كلها سوشيال ميديا وكل حاجه بقت متابعه الماتش ده جامد قوي، فالموضوع نفسي جدا. تاني حاجة هو فنيا هم فرقة كويسة قوي وفيهم لعيبة كويسة قوي، عناصرهم معظمها في المنتخب، فطبعا فنيا كمان الماتش مش بيبقى سهل خالص، احنا حافظينهم وهم حافظيننا، فبنبقى دايما مركزين نحاول نشوف نقطة الضعف دي ونلعب عليها، ونحاول ان هو حتى لو في اي ثغرة بانت في الماتش ده اللي نلعب عليه بعد كده. يعني صعوبة الماتشات دي ان انتوا بتبقوا حافظين بعض طبعا في طريقة اللعب. انت قلتي لي ان الزمالك كان يعني في خمس لاعبات انتقلوا لي، زعلتي لما في اكتر من لاعبه انتقلت من نادي الاهلي للزمالك؟ هو كان شعور مختلف يعني، ناس كانت تلعب معاكي وعلى طول بقالنا فتره بنلعب مع بعض، فجاه بقوا هم ضدك وكده، فكان شعور مختلف اكيد. اللي هو يعني الموضوع كان حتى كل الناس كان عليه ضجه كبيره قوي. اول ماتش ما بيننا كان الموضوع فعلا مختلف، كان على صاله الاهلي، فكنت اللي هو كنا حاسين ان احنا كاننا هو تمرين، هو معقوله هم بقوا ضدنا فعلا وكده. بس بعد كده خلاص يعني هو احتراف زي ما الناس بتقول يعني، فخلاص يعني كل واحد اتاقلم عادي وكل واحد في نادي. طيب هل بتتواصلوا مع بعض بره الملعب؟ يعني الفكره منافسه داخل الملعب وبره لسه زي ما انتم صحاب تكلموا مع بعض ولا الامور يعني ما اعتقدش ان طبيعي ان هم عشان راحوا حته ثانيه انا اقدر احاسبهم على حاجه زي كده، ما عنديش الحق، مش شايفه ان ليا الحق في حاجه زي كده. فلا يعني احنا كصحاب بره اكيد لو في حاجه عايزيني في حاجه او كده اكيد هكون موجوده معاهم، واكيد انا برضو لو احتجتهم في اي حاجه هم بيكونوا معايا. بس في الملعب لا، الموضوع بيبقى يعني منافسه. بسألك السؤال ده لان كتير من الجمهور ما بيبقوش فاهمين كده، يعني بيبقوا فاكرين ان خلاص بمجرد ما اللاعبه او اللاعب انتقل من نادي لنادي فهو قطع علاقته، ما بيتكلمش مع اللاعبين اللي هم كانوا زمايله او صحابه. او صعب قوي يعني، انا واحده كنت اصلا في الشمس مثلا وسبت الشمس رحت الاهلي، فطبيعي ان انا مش هخسر صحابي بتوع الشمس او هم هيخسروني، وفي نفس الوقت الناس اللي راحوا من الاهلي للزمالك انا اكيد مش هخسرهم يعني، صحابي بقى لهم مثلا 12 سنه حاجه زي كده، فلو راحوا الزمالك او كده هو ده حياتهم هم اكيد احرار فيها يعني، وكل واحد بيشوف بقى طريقه زي ما هو شايفه صح. الاهلي ما قدرش ان هو يفوز بدوري ابطال افريقيا وعلى اساسه ما تاهلش لكاس العالم للانديه. شفتي عدم التاهل ازاي؟ شفتي الخساره من دوري ابطال افريقيا ازاي؟
وقفتي قدام الامر ده كتير، ولا يعني برضو زي طول الوقت ما الاهلي بيجدد الدوافع وخلاص بيتخطى الامر، تعاملتوا مع الامر ازاي؟ لا وايه الاسباب؟ هو الموضوع مش سهل خالص في الهزيمة خالص، يعني خصوصا ان هو كان على ارضنا وكنا كسبانين، فالموضوع كان خلاص، يعني احنا كنا فعلا كسبانين في الجيم الاخير وكان فرق اكتر من 5 أو 6 نقط لينا، فكان الموضوع خلاص يعني جاي لطريقنا بنسبة كبيرة جدا. فجأة الدنيا تحولت، هما ابتدوا يكسبوا، كسبوا الجيم ده، لعبنا جيم خامس، ربنا ما وفقناش، ما قدرتش الصراحة اتعدى الموضوع ده بسهولة، يعني الموضوع كان صعب قوي بالنسبة لنا كلنا مش بالنسبة لي بس. بس برضو بعديها بأسبوعين مثلا أو أسبوع كابتن الخطيب قعد معانا ويعني قال لنا الرياضة مكسب وخسارة بس نتعلم من أخطائنا، وكلنا بقى الصراحة بعد القعدة دي يعني جدد جوانا الدافع ان احنا لا احنا عايزين افريقيا تتلعب تاني، عشان ان شاء الله ان شاء الله يعني كل واحد هيعمل اقصى ما عنده ان اللي حصل ده ما يتكررش وان احنا نقدر نفوز بيها باذن الله. ايه يعني متابعه كره القدم ولا فولي بول بس؟ مش قوي بصراحه. طب والنادي الاهلي؟ يعني هتفرج عليه شويه. عارفه ان الاهلي بينافس الموسم ده هو بيراميدز، منافسه شرسه قوي. شايفه ان الاهلي يقدر ان هو يحقق المسابقه يعني الفوز بالبطوله، بطوله الدوري؟ يعني انا لسه يعني عارفه ان هو متابعه الاخبار يعني مش بتفرج قوي، بس يعني لسه حتى هم كسبانين تقريبا الاهلي وعندهم ماتش تاني، فلا ان شاء الله يقدر يكسب يعني باذن الله. لكن يعني الميول ملهاش علاقه بالكوره خالص؟ لا ما بتفرج. ايه بخلاف الفولي بول انت يعني بتحبيه؟ ايه رياضات تانيه بتتابعيها؟ باسكت، هاندبول بتفرج عليهم شويه، دول اكتر لعبتين بعد الفولي الصراحه. كوره يعني ما ماليش فيها قوي بصراحه، يعني ما بتفرجش، يعني ممكن بقى لو منتخب، لو ماتش اهلي وزمالك، حاجات دي يعني ممكن اتفرج، لكن غير كده لا. اخيرا الفتره الجايه بتحلمي بايه؟ بحلم بايه؟ حاجات كتير قوي، ان احنا ان شاء الله نكسب الدوري والكاس وافريقيا ونتاهل كاس عالم مع النادي، وفي المنتخب ان يعني يا رب اقدر العب لغايه الاولمبيات الجايه ونتاهل لها ان شاء الله. اي انا بشكرك وبتمنى لك كل التوفيق، ان شاء الله تحققي كل اللي بتحلمي بيه جدا، وان شاء الله يكون ليكي لقاءات جايه معانا كتير إن شاء الله. وتكوني محققه جزء من الاحلام ان شاء الله. ميرسي قوي. شادية بشكركم على المتابعة. كده وصلنا لختام حلقتنا، كانت ضيفتنا النهاردة آية الشامي لاعبة النادي الأهلي للكرة الطايرة. كده وصلنا لختام حلقتنا النهاردة، أشوفكم على خير بإذن الله في حلقة جديدة، إلى اللقاء.